لكن انت عايز تسمع راي بشير التبعي. بشير التبعي ليه؟ لانه مباراه النهائي بدون جمهور. طب لما كان بيبقى فيه جمهور كان بيبقى تاثيره ايه؟ اعتقد اجواء كانت بتبقى مهمه جدا طبعا وتاثيره واضح. نشوف الكابتن بشير التبعي. لعيبه من الزمالك كانت بتخاف من الاهلي؟ احنا ما كناش بنخاف من النادي الاهلي، احنا كنا بنخاف من جمهور النادي الاهلي. لعيبه نادي الزمالك ما كانتش بتخاف من النادي الاهلي كلعيبه، لا احنا ايوه بس كنت بتخاف وخلاص. بخاف من جمهور النادي الاهلي. الله، طب وانت ما عندكش جمهور؟ لا بص ايه ده؟ خليني بص خليني واقعي وصريح وطبيعي، جمهور نادي الزمالك عمره ما كان قد جمهور النادي الاهلي في ماتشات القمه. دي حقيقه. وقد اي يعني انت كنت بتخاف من جمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا ما بتخافش من لعيبه النادي الاهلي؟ لا طبعا لا طبعا. جمهور النادي الاهلي من قبل يعني الماتش مثلا بساعتين ثلاثه يعني انت كنت بتترعب؟ لا انا عمري انت في حاجه مهمه. انا لو تعبت كنت بطلت كوره من زمان. طب ما بتترعب الجماهير؟ لا انا لا في حاجه قالها لك. انت بتقول اللعيبه بتخاف، بقول لك اه كان في لعيبه بتخاف. طيب ما قلتش بشير التبع بيخاف. طب لا استنى بس يا مهيب، انا في حاجه بس معلش يا استاذ زينك. هو بيقول لك ان انا بخاف من جماهير النادي الاهلي عشان جماهير النادي الاهلي في الاستاد بتبقى اكتر. طب جماهير الزمالك كانت بتخاف تروح ليه؟ تشجعك. لا دي مش بتاعتي انا. يبقى في خوف؟ دي مش بتاعتي انا. مش بتاعتك ازاي؟ طب وانت انت كنت دي مش بتاعتي انا. كنت كان في لعيبه من الاهلي بيخافوا من لا انت كنت بتحترم الفرقه. لا كان في لعيبه بتخاف بامانه. واقسم بالله ابدا. يعني كابتن بشير التبعي اثار اهميه الجماهير. وده اللي احنا كنا بنقوله، الاهلي اكثر الناس المتضررين من غيبه الجماهير لانه صاحب الجمهور الاكبر. ايوه. واللي كان بيقول لك قبليها بساعتين ثلاثه يجي متحمس لكن عجبني بقى القعده دي فيها دعابه وفيها ود وفيها ناس بقى اهو ده اللي ممكن نقوله لبعض من غير ما نوصل الدنيا للغضب والانفجار والكراهيه مش هجيب لعيبه اقول له انت بتحب ايه وبتكره ايه واكتر حاجه كنت فرحت امتى، يقول لك لما هو عايزين دي الروح اللي كانت سائده. يعني كابتن بشير انا قعدت قدامه شخصيا وانا لما بشوفه دلوقتي مبسوط جدا انه بيتكلم بالطريقه دي لان هو راجل يعني عواطفه منفجره قوي يعني هو وعلى طبيعته قوي على فكره. فاتمنى الماتش بقى باذن الله يخرج تسود روح الود والدعابه، مفيش مانع يبقى في دعابه والاحترام. ده الاحترام ده هي القيمه الاهم. الاحترام القيمه الاهم، الاحترام للمنافس، الاحترام للروح الرياضيه، الاحترام لكل الجماهير.